مناطق سيطرة ميليشيا أسد تعيش تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية وخدمية في سنوات عديدة. فقد أعلنت الميليشيا مؤخراً عن رفع جديد في أسعار المحروقات للمرة الثالثة منذ بداية العام الحالي. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة ميليشيا أسد أعلنت الثلاثاء رفع أسعار المحروقات بشكل قياسي، وذلك بالرغم من عدم قدرتها على توفيرها من الأساس للقاطنين بمناطق سيطرة أسد. شو بدنا نسوي؟ ام زياد رحنا على مشروع دمار 16 ساعة ما عبينا، قلت للمرأة خذ بطانية وهزواد يلا ارحل. التداعيات الاقتصادية لهذا القرار الجديد هي زيادة أسعار البنزين المدعوم بواقع 1000 ليرة سورية للليتر، حيث ارتفع من 6600 ليرة إلى 7600. كما تم رفع أسعار اسطوانات الغاز المنزلي المدعوم وغير المدعوم بناء على السعر الحر. بحسب القرار الجديد، ارتفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي المدعوم على البطاقة الذكية إلى 15000 ليرة، في حين ارتفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أو خارجها إلى 50000 ليرة سورية. ولم يسلم سعر الاسطوانة الصناعية من الزيادة، حيث ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 75000 ليرة. لا يمكن تجاهل حقيقة أن هذا هو الرفع الثالث لأسعار المحروقات في العام الحالي، حيث تم رفعها في شهري كانون الثاني وشباط سابقاً. وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة من حضور بشار أسد القمة العربية في جدة، حيث أشار مسؤولوه إلى وجود انفراجة قريبة في الاقتصاد وأزمة المحروقات والكهرباء. لكن الحقيقة أن هذا القرار أحدث صدمة للسكان في مناطق سيطرة أسد. مناطق سيطرة ميليشيا أسد تعاني من تدهور في القطاعات الحيوية وبشكل خاص في قطاعي النقل والكهرباء، وتتوالى إعلانات الميليشيا ووسائل إعلامه عن اتخاذ إجراءات مؤقتة بسبب نقص المحروقات في الأسواق، وهذا ما يزيد التوتر والتوقعات بتفاقم أزمة المحروقات الحالية. من امبارح الساعة 12 إلا ربع واقفين على الدور، وصلنا على المحطة متفاجئ إنه خالص ما في بنزين، تركنا السيارة لأنه ما فينا نروح فيها على البيت. من الملفت للنظر أن رفع أسعار المحروقات بشكل متكرر يعتبر مؤشرا خطيرا في مناطق سيطرة ميليشيا أسد، حيث يتم الضغط على السكان بشتى الوسائل تحت مبررات متعددة لا تقنع حتى أقرب الموالين لأسد. على الرغم من ادعاءاته بأن مناطق سيطرته آمنة ومستقرة وباتت تتمتع بمعابر مفتوحة مع الدول المجاورة وموارد النفط، إلا أن واقع الحياة الحالي يكشف حقيقة مغايرة تماماً.